القادمة ستحمل معها بشائر أخرى في ملاحقة مثل هذه الشركات في أكثر من مكان في العالم وليس هولندا، ولكن ما حصل بالأمس ليلا وما حصل اليوم في هولندا هو لا أود أن أبالغ في مستوى، ولكن أقول إشارة وخطوة هامة جدا جدا في ملاحقة هذه الشركات وتعطيل أعمالها. نقطة إضافية فقط أقول أن هذه القضية قضية جنائية، يعني بمعنى ثاني تجريم للشركة، ملاحقة للشركة والجهات المسؤولة عنها، وليس فقط قضية مدنية تتعلق بموضوع التعويضات، وإنما قضية جنائية حول ارتكاب جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. ليس فقط، لا، لحد الآن ما بلغنا، احنا فتحنا قضية جنائية إن هناك في جريمة حرب يجب أن يحاسب ويساءل مرتكبيها، ولكن كما قلت هذا مشوار طويل، هذه خطوة من ضمن سلسلة خطوات نأمل أن تفضي إلى ملاحقة قضائية من قبل المدعي العام لإيداع القضية الآن أمام القضاء الهولندي، ولكن هذا يحتاج الآن إلى فتح تحقيق أوسع من قبل المدعي العام، ولكن هذه هي الخطوة الابتدائية الأولى. وهل هناك شركات أخرى تقوم بمساعدة إسرائيل في بناء الجدار والستار؟ نعلم أنه يعني كل المعدات التي تستعمل في البناء في عمليات التجريف والتي تحصل بالضفة الغربية وعمليات البناء البيوت المتنقلة ربما لا تأتي من خارج إسرائيل، يوجد ملاحقة لديكم إمكانية للمتابعة في مثل هذه القضايا؟ هناك مئات الشركات التي تستثمر الآن في عملية بناء الجدار والمستوطنات في الضفة الغربية، وهناك الشركات التي تزود جيش الاحتلال بمعدات عسكرية تستخدم بانتهاكات حقوق الإنسان، ولكن لا أستطيع أن أقول أننا نلاحق كل هذه الشركات، نلاحق ما أمكن، وهناك لدينا قضايا أخرى حول شركات أخرى، ولكن محكومين نحن في هذا الجانب بمصدر ومكان وجود هذه الشركات، وهل القانون الوطني المحلي في هذه البلدان يجيز ويسمح بملاحقة مثل هذه الأفعال والأعمال، هل يجرمها أم لا، وهل له اختصاص على الجرائم الدولية أم لا. قبل فترة كان بالتعاون مع مجلس قروي بالعين تم رفع قضية في كندا ضد شركتين تقومان بالبناء في المستوطنة المقامة على أراضي بالعين، رفعنا هذه القضية باتجاهين، القضية المدنية والقضية الجنائية، لأن القانون الكندي في مقاطعة كيبك يسمح بذلك، ولكن للأسف القضية رفضت هناك على اعتبار أن القانون الإسرائيلي أو القضاء الإسرائيلي هو المخول بالنظر في مثل هذه المسائل ومثل هذه القضايا. الأمور لها أبعاد قانونية إجرائية في هذه البلدان، لا نستطيع أن نقول غدا يمكننا أن نتوجه إلى كوريا كي نرفع قضية ضد الشركة الكورية الفلانية التي تعمل الآن في المستوطنات، لأننا لا نعلم جيدا ما هو القانون الكوري نفسه حول موضوع الجرائم الدولية، وهل يطلب من شركاته وأفراده وأشخاصه القانونيين أن يلتزموا بالقانون ويجرمهم في حال خروجهم على هذه المسائل أم لا. الموضوع له أبعاد إجرائية، له أبعاد قانونية، يتوجب دراسة كل حالة بحالتها، وهذا هو التعقيد في هذا الأمر، ولكن نقول نحن ماضون في هذا الاتجاه لملاحقة ما نستطيع ملاحقته من قبل هذه الشركات. ولعلكم تعرفون موضوع شركة التي تنتج الصودا أو ماكينات الصودا هنا وملاحقتها في ألمانيا، هذا موضوع آخر. المهم للموضوع أبعاد عديدة، نحن الآن أعلننا عن هذه القضية وهي قضية ليست فقط بالأمس، أودعت بشهر ثلاث، من شهر ثلاث حتى اليوم، ونحن نعمل على جمع المعلومات ونزودها لمكتب المدعي العام من خلال المحامي إليزابيث زيغفيلد كما أشرت في البداية. أيضا في القانون الدولي.
لا، هذا ما توفر لدينا من معطيات ومعلومات حول عمل ماكينات ومعدات هذه الشركة في هذه المناطق، ما توفر لدينا من صور، ما توفر لدينا من شهادات من الأشخاص الموجودين في هذه القرى، ما توفر لدينا من معلومات حول طبيعة هذه الأراضي التي أقيم عليها الجدار. فأنا ذكرت الخضر، ذكرت حزمة، وذكرت برقين، لأنه هذه المناطق توفرت لدينا معلومات جيدة حول عمل آليات هذه الشركة، كي نثبت أن معدات هذه الشركة عملت في هذه المناطق، وانعكاسات الأمر على السكان على هذا النحو. فلزمنا الأمر من صور، شهادات من المواطنين، حصر لأضرار معينة وآثار، انعكاس آثار على الناس نتيجة إنشاء هذا الجدار، ومساعدة هذه المعدات في إنشاء هذا الجدار. وضعنا كل هذه الصورة والأمور والأوراق والوثائق أمام مكتب المدعي العام، والأهم من ذلك وضعنا شيء يثبت، أثبتنا أن الشركة تتعامل هنا مع الشركات الإسرائيلية، وأن هذه معداتها، وأن مكتبها موجود بهولندا، فهو المسؤول عن عملية التصدير. يعني الأمر ليس بالسهولة عندما تثبت بصورة كاميرا أن هذه المعدة تشتغل هنا أو هناك، معناها انتهت القضية. لا، نحتاج إلى العودة إلى الصفحات الإلكترونية لهذه الشركات، وثائق لهذه الشركات، نشرات وكتب لهذه الشركات، كي نثبت علاقتها بالأمر. وهذا ما قمنا به. ومن هنا يعني أقول شكر خاص لكل من ساعدنا على الوصول إلى معلومات محددة ساعدتنا في رفع القضية، وتحديدا فريق العمل من باحثين ميدانيين والمحامية المحلية التي تعمل في الحق، التي جهزت هذا الملف بشكل مهني وأودعته بما يقنع المدعي العام أن فعلا هناك قضية تستوجب التحقيق والملاحقة. يوجد استناد لفتوى لاهاي في هذه القضايا التي ترفعوها؟ يعني بدون فتوى لاهاي كان ممكن انه ترفع مثل هذه القضايا في مثل هذه الدول؟ فتوى لاهاي عامل مساعد وحاسم، ولكنها ليست الوحيدة. يجب ان يكون هناك القضاء الوطني نفسه له اختصاص على هذا النوع من الجرائم، وهولندا لها اختصاص جنائي على الجرائم الدولية، منها جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية. السؤال كيف تثبت أن ما تم وما يتم هو جريمة حرب وأنك تشارك بها؟ هنا كانت النقطة القانونية الفنية، واليوم أصبح من السهولة بعد فتوى لاهاي إثبات لا قانونية وجريمة الجدار وانعكاسات ذلك على السكان الفلسطينيين. نحن واجهنا ضغوط هائلة في كندا، وحملة شرسة جدا من الإعلام الكندي، وخصوصا الإعلام الذي له علاقة مع منظمات صهيونية. قد لا أبالغ عندما أقول قد يكون كتب أكثر من 400 مقال على مدى أكثر من شهرين في كندا ضد مؤسسة الحق، دورها، أعمالها، والتحريض عليها، والتحريض على جوانب التمويل الذي تتلقاه. هذا عمل بالتأكيد يثير حفيظة وغيظ كثير من المنظمات المساندة لدولة الاحتلال. فهذا ليس بجديد، ولكن نحن ماضون في طريقنا بحثا عن العدالة للضحايا، ومطالبة بتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.